أنا أدريان دوادي، كل أعمالي الرياضية تعنى بالأعداد العقدية، وقد أسهمت في تطوير الهندسة الجبرية ونظرية الأنظمة الديناميكية لهذه الأعداد. قصة طويلة. أنت ترى هنا من جهة اليسار تارتاليا وكاردانو الرائدان اللذان عاشا خلال عصر النهضة الأوروبية، وعلى اليمين كوشي وغاوس اللذان دعما النظرية خلال القرن التاسع عشر. إن الأعداد العقدية ليست معقدة بالدرجة التي يمكن أن نتصورها، كانت سميت في البداية الأعداد المستحيلة، ولا زالت تسمى أحيانا تخيلية، وبالفعل فهي تتطلب نصيبا من الخيال، غير أن هذه الأعداد اليوم غدت العلم، وهي لا تحمل في الواقع لغزا، وبفضل تلك الأعداد يمكن إنشاء مجموعات جميلة كسورية فراكتالية، وقد اشتغلت كثيرا حول هذا الموضوع، وأنجزت فيلما ديناميكية الأرنب، وهو من الأفلام الأولى التي تعنى بالنشاط الرياضي. سأشرح لك في البداية الأعداد العقدية على السبورة. رياضيون يهون الكتابة بالطبشور، وسترى أن المسطرة والكوس والمنقلة لها سلوكات غير عادية. نرسم مستقيما مدرجا على السبورة. من أجمل الأفكار الرياضية وصل الهندسة بالجبر، إنها منطلق الهندسة الجبرية، وكما أننا نجمع أعدادا فإننا نستطيع جمع النقاط. ها هي نقطة حمراء على المستقيم ونقطة أخرى زرقاء، لنجمع هاتين النقطتين. المجموع هو النقطة الخضراء، 1+2=3. إذا تحركت النقطتان الحمراء والزرقاء فستتحرك النقطة الخضراء أيضا التي تمثل مجموعهما، والأكثر من ذلك أننا نستطيع ضرب النقاط. لنتأمل مثلا الضرب في -2، وبطبيعة الحال فإن هذه العملية تحول النقطة 1 إلى النقطة -2، وإذا ضربنا مرة أخرى في -2 ينبغي أن نقوم بنفس الحركة، نغير الجهة بالنسبة لنقطة المبدأ ونضاعف المسافة عن المبدأ مرتين، فنحصل بطبيعة الحال على 4. عندما نضرب مرتين متواليتين في -2 فذلك يعني الضرب في 4. إن الضرب في -1 بسيط جدا، كل نقطة تحول إلى نظيرتها بالنسبة للمبدأ، أي أنه ينبغي القيام بنصف دورة، دورة قياسها 180 درجة إن فضلنا القياس بالدرجات. عندما نضرب عددا في نفسه فإن النتيجة ستكون دائما موجبة. مثال ذلك إذا ضربنا في -1 فإننا ندور نصف دورة، إذن إذا قمنا بذلك مرة ثانية فإننا طبعا نعود إلى مكان انطلاقنا، ولهذا السبب نجد -1 في -1=1 بكل بساطة. أنت ترى مثلا أن الضرب في -1 يحول 2 إلى -2، وإذا ما ضربنا مرة أخرى في -1 فإننا نعود إلى 2، أليس هذا بديهيا؟ وبالتالي لا يوجد أي عدد يعطي نتيجة تساوي -1 عندما يضرب في نفسه. بعبارة أخرى فإن -1 لا يملك جذرا تربيعيا، ذلك ما سيكون عليه الوضع لولا خيال الرياضيين. كان لروبر أرغان فكرة جميلة في مطلع القرن التاسع عشر، فقد تساءل قائلا بما أن الضرب في -1 يعني الدوران بمقدار 180 درجة، فإن جذره التربيعي يعطي دورانا بنصف تلك القيمة أي 90 درجة، وإذا درنا بمقدار ربع دورة مرتين فإننا ندور نصف دورة، وهكذا فمربع ربع دورة يساوي نصف دورة أي -1. كان يكفي الاهتداء لهذه الفكرة. أعلن أرغان بأن الجذر التربيعي -1 يوافق النقطة التي تمثل صورة 1 عبر الدوران ب90 درجة، وهذا
يفرض علينا بطبيعة الحال الخروج من مستقيمنا الأفقي، وقد قررنا أن نرفق أعدادا بنقاط من المستوي لا تنتمي إلى المستقيم. ولما كان هذا الإنشاء غريبا نوعا ما، فإننا نقول إن هذه النقطة الممثلة للجذر التربيعي لناقص واحد عدد تخيلي ويرمز إليه الرياضيون بـ E أو T، غير أننا عندما تجرأنا وخرجنا من المستقيم فقد صار الباقي سهلا، نستطيع تمثيل 2E و3E إلى آخره. يمكن أن نرفق كل نقطة من المستوي بعدد عقدي، والعكس بالعكس، كل عدد عقدي يعرف نقطة من المستوي. هكذا صارت نقاط المستوي أعدادا كاملة الحقوق. يمكن أن نجمع هذه الأعداد مثلما نجمع الأعداد العادية. انظر إلى النقطة الحمراء وهي تمثل العدد 1 زائد 2 إي، لنضيف إليه العدد 3 زائد إي الموافق للنقطة الزرقاء. الأمر بسيط، يكفي أن نجمع كما يفعل تلاميذ المدارس. حاصل الجمع هو 4 زائد 3 إي، ومن الناحية الهندسية فهذا ليس سوى جمع للأشعة. أنت ترى أن الأعداد العقدية يمكن جمعها دون صعوبة. وهناك ما هو أكثر أهمية، يمكن ضرب هذه الأعداد العقدية أيضا كما هو حال الأعداد الحقيقية. لنرى ذلك، نعرف مثلا كيف نضرب عددا عقديا في 2. 2 في 1 زائد إي يساوي طبعا 2 زائد 2 إي إلى آخر ذلك. ومن الناحية الهندسية يسهل الضرب في 2، وهو ليس سوى تمديد في 2. ضعف النقطة الحمراء هو النقطة الخضراء، الضرب في إي ليس صعبا أيضا، لأننا نعرف بأن إي يوافق ربع دورة. لضرب 3 زائدا إي في إي يكفي إذن أن ندير النقطة بربع دورة، نجد حينئذ ناقص 1 زائدا 3 إي. الأعداد العقدية ليست كثيرة التعقيد. وأخيرا نستطيع ضرب أي عددين عقديين فيما بينهما بدون صعوبة. لنحاول مثلا ضرب 2 زائدا 1.5 إي في ناقص 1 زائدا 2.4 إي. نقوم بما تعودنا عليه، نبدأ بالضرب في 2 ثم في 1.5 إي، وبعدها نجمع الناتجين، وهكذا نحصل على 2 في زائد إلى آخره. لدينا إذن ناقص 2 زائدا 4.8 إي ناقص 1.5 إي زائدا 3.6 في إي في إي. لنتذكر أن مربع إي يساوي ناقص 1 ما دمنا قد ابتكرنا إي ليكون الأمر كذلك. ذلك يعطينا ناقص 2 زائد 4.8 إي زائد إلى آخره. لنرتب قليلا هذه العبارة، نجد ناقص 2 ناقصا 3.6 زائدا 4.8 إي ناقص 1.5 إي، أي ناقصا 5.6 زائدا 3.3 إي. وهكذا فنحن قادرون على ضرب الأعداد العقدية فيما بينها. وبعبارة أخرى، نحن نستطيع ضرب النقاط في المستوي. هذا أمر غريب، كنا نعتقد أن المستوي ثنائي البعد لأنه ينبغي توفير عددين لوصف موقع نقطة كيفية، والآن أقول لك بأنه يكفي توفير عدد واحد. بطبيعة الحال فقد غيرنا أعدادنا، والأمر الآن يتعلق بالأعداد العقدية. حان الوقت لتعريف مفهومين هما طويلة وعمدة عدد عقدي. طويلة عدد عقدي زد هي فقط المسافة التي تفصل نقطة المبدأ عن نقطة المستوي الموافقة للعدد. لنستخدم المسطرة لقياس طويلة النقطة الحمراء، أي
2 زائدا 1.5 إي. لنرى ذلك إننا نجد طولا يساوي 2.5، وهكذا فطويلة 2 زائدا 1.5 إي تساوي 2.5. وفيما يخص النقطة الزرقاء فنجد 2.6. أما بالنسبة للنقطة الخضراء التي تمثل جداء النقطتين الحمراء والزرقاء فإننا نجد 6.5. إنها الحالة العامة، طويلة جداء عددين عقديين ليست سوى جداء طويلتي العددين. أما عمدة عدد عقدي فنحصل عليها بقياس الزاوية التي يشكلها محور الفواصل والمستقيم الذي يصل المبدأ بالنقطة المعتبرة. هنا مثلا عمدة العدد العقدي الأحمر تساوي 36.8 درجة، وعمدة النقطة الزرقاء تساوي 112.6 درجة، وعمدة الجداء وهو النقطة الخضراء تساوي 149.4 درجة. إنها مجموع عمدتي العددين. عندما نضرب عددين عقديين فيما بينهما فإننا نضرب طويلتيهما ونجمع عمدتيهما. لنختم أول لقائنا مع الأعداد العقدية بالإسقاط المجسامي. لنأخذ سطح كرة يمس السبورة في نقطة المبدأ. بالإسقاط المجسامي تكون كل نقطة من مستوى السبورة، أي كل عدد عقدي، موافقة لنقطة من سطح الكرة. القطب الشمالي للكرة أي قطب الإسقاط هو الوحيد الذي لا نرفق به عددا عقديا، نقول إنه مرفق باللا نهاية. وهكذا فالرياضيون يقولون إن سطح الكرة مستقيم إسقاطي عقدي. لماذا مستقيم؟ لأنه يكفي توفير عدد واحد لوصف نقاطه. ولماذا عقدي؟ لأن هذا العدد عقدي. ولماذا إسقاطي؟ لأننا أضفنا نقطة تقع في اللانهاية عند إجراء الإسقاط. غريبون هؤلاء الرياضيون الذين يقولون الآن إن سطح الكرة مستقيم.